دقيق جدا لايو مايوما. يعني ايه لايو مايوما؟ حد يعرف يعني ايه لايو مايوما؟ هو اوما اللي في الاخر دي لما بنحطها على اي كلمه بتبقى عباره عن ايه؟ يعني بتبقى ايه؟ بناين تيومر. بالظبط كده، اتس بناين تيومر. لما نقول اوما يعني ده بناين تيومر. طب امال اللايو ده؟ لايو يعني ايه؟ سموث ماسل. سموث ماسل مايو اللي هو الماسل، سراب دو مايو ده اللي هو لو هي استرايت الماسل، لكن لايو مايو اللي هو السموث ماسل. فبالتالي لما نقول كلمه لايو مايوما اتس بناين تيومر اوف سموث ماسل. تفتكروا لما نيجي نتكلم على بناين تيومر اوف سموث ماسل، ايه السموث ماسل اللي عندنا في النساء؟ المايوميتريوم، لان احنا ما عندناش غير يوترس واوفرس، هما دول الاورجنز بتوعنا. فبالتالي لو طلع اي تيومر من الماسلز بتاعه اليوترس اللي هو المايوميتريوم، بس ده بنقول عليها لايو مايوما. لايو مايوما سموث ماسلز بتاعه المايوميتريوم. فمهم ان احنا نبقى عارفين الديفينيشن ان هو اتس بناين تيومر، عشان لما تيجي واحد تقول لك ايه انا عندي ورم على الرحم، هو اتس بناين تيومر. عشان كده بقينا نقول عليه اكتر تليف. يعني دكاتره النساء بيستخدموا اكتر كلمه تليف او فايبرويد اكتر من دكاتره الباثولوجي. دكاتره الباثولوجي لما يقروا الشريحه اللي عليها او سبيسيمن بيقولوا عليها لايو مايوما اتس بناين تيومر او سموث ماسل، ويتش از مور ادق طبعا. بس العيانين بيقلقوا من كلمه ورم، حتى لو قلت لهم بعديها حميد، بس هما بيقلقوا من كلمه ورم لان بيتخيلوا ان هو ممكن بعد كده يتحول لمالجنسي، والانسنس ان الفايبرويد ده يتيرن مالجنن اقل من 0.11 يعني 0.01، حاجه قليله جدا جدا لا تذكر. فعشان كده مش بنقوله اكشن، وكمان مش بنقوله مش بس عشان الانسنس از اكستريملي رير، عشان بيبقى معاه كمان حاجات بتبين ان هو هيتحول. يعني لو حصل منه مثلا رابيد جراث، لو حصل منه ابتدى يكبر بعد المينوبوز، يعني لازم يحصل منه حاجه عشان نقول ده هيتحول مالجنت، لكن مش فجاه كده يتحول مالجنت وايل ات ساين. طب عشان نعرف هو ايه اللي بيحوله مالجنت، انا قلت ايه رابيد جراث او افتر مينوبوز ابتدى يكبر، هو ايه اللي يخليه يكبر من اساسه؟ يعني ليه واحده عاديه جدا يجي لها فايبرويد وواحده ثانيه ما يجيلهاش فايبرويد؟ ايه البريديسبوزنج فاكتورز اللي تخلي الواحده يجي لها فايبرويد؟ تفتكروا ايه؟ ايه اللي يخلي السموث ماسلز دي بتاعت اليوترس تتكاثر او تخرى لي في الريق لدرجه انها تكون لي ماس او بناين تيومر؟ استروجين. بالظبط كده، الاستروجين هو ده الهرمون بتاع البروليفريشن. فكل ما يبقى عندها هي هايبر استروجينيك ستيت هو ده اللي يخلي بريديسبوزنج فاكتور ان هي تكون مايوما. ودايما بنقول ان اليوترس ده لازم يحمل بحاجه، يا اما يحمل ببيبي يا اما يحمل بفايبرويد. يعني ايه؟ هو كون ان هو حمل ببيبي او واحده مالتي بارا، مالتي بارا يعني حملت كذا مره، ده يخليها مش عرضه قوي ان يجيلها فايبرويد. هو لما تبقى مالتي بارا او تحمل كذا مره، ايه الهرمون اللي بتبقى مور اكسبوزد ليه في حياتها؟ البروجستيرون. والبروجستيرون ده بيكمبيت الايفكت بتاع الاستروجين، فكونها مالتي بارا او حملت كذا مره، التسع شهور بتوع الحمل ده بروجستيرون بلس الرضاعه، هيبقى الاستروجين فيها قليل، فبالتالي تقعد فترات طويله من حياتها مش اكسبوز للاستروجين. على عكس واحده تانية جرافيدا او لو باريتي او ما حملتش قبل كده، فدي بتبقى اكسبوز على طول كل شهر للاستروجين، كل شهر الاستروجين مش اوبوز باي بروجستيرون. فعشان كده بنقول بريديسبوزنج فاكتورز هايبر استروجينيك ستيت زي في واحده نالترا، واحده ما حملتش قبل كده، فاليوترس لازم يحمل يا اما بيبي يا اما بيحمل فعلا بفايبرويد، لدرجه ان الانسنس اوف فايبرويد للناس اللي هم دايجنوز بيوصل ل 25% اوف بوبيليشن. متخيلين 25% من الستات، 25% من الناس اللي قاعده عندها فايبرويد ساين من غير ما يبقى سيمبتوماتايز. ولو جينا نعمل بوست مورتم سباسمنت لليوترس نبص عليهم هنلاقي 75% من اليوتراي بيبقى فيهم فايبرويد. طبعا دي حاجه تعتبر نيرلي نورمال بقى، لو 75% هيبقى عندهم فايبرويد فاكشولي ات از نيرلي نورمال. طب نيرلي نورمال يعني كل الستات دول بيجوا يكمبلينوا من حاجه؟ يبقى الموست كومن برزنتيشن اوف الفايبرويد ايه؟ سايلنت او اسيمتوماتيك. فعلا ذا موست كومن برزنتيشن اوف الفايبرويد از اسيمتوماتيك، لان هو فعلا موجود في الجنرال بوبليشن. فالديفينيشن بتاعتنا بتاعت فايبرويد ات از بناين تيومر اوف سموث ماسلز بتاعت اليوترس او في البرود ليجمنت، لو ماشي بعض السموث ماسلز هيطلع من اي سموث ماسلز موجوده سواء في اليوترس او في البرود ليجمنت طبعا في السيرفكس. فدي هي دي الاماكن اللي ممكن الفايبرويد يبقى موجود فيها، وباي ديفينيشن ات از بناين تيومر. طب الانسس اتس فيري كومن، فيري كومن يعني 25% اوف ذا بوبيليشن ويل هاف فايبرويد، بس موستلي ات از اسيمتوماتيك، ده الديفينيشن. طب الايتيولوجي، اكشلي الايتيولوجي ما اقدرش اقول عليه ايتيولوجي قد ما هو بريديسبوزنج فاكتور. فالبريديسبوزنج فاكتور بتاعنا ان هي تبقى عندها هايبر استروجينيك ستيت، زي واحده نالي بارا او لو باريتي. زي مين كمان عندهم هايبر استروجينيك ستيت؟ بي سي او، عيانين بي سي او او اي عيان عندها انوفيليشن،
فيش اوبوزيشن للاستروجين باي بروجستيرون. فالانوفيليشن اللي عندهم بي سي او النالبرا او لو باريتي، كل دول ممكن يبقوا عرضه عندهم هايبر استروجينيك ستيت، فعرضه اكتر ان يجيلهم فايبرويد. لقوا برضه ان في ريشال بريديسبوزيشن، يعني مور كومن في بعض الاماكن في البلاك ريسز اكتر. يعني لما كنا بنروح قوافر في جنوب افريقيا وكده كنا بنلاقي فايبرويدز كتيره جدا وبتوصل لاحجام رهيبه. طيب لما نيجي نتكلم على الباثولوجي، الباثولوجي ده عباره عن جروس، يعني شكله العام ازاي، ومايكروسكوب الجروس بيكتشر بتاعه الفايبرويد. شكل الفايبرويد ايه؟ يعني الجروس ايه؟ مدوره راوند كويس وليها وورلي ابييرنس، كوبي ابييرنس زي الكنافه كده، اللي هو بيبقى فايبرس تيشو مع ماسلز، فايبرس تيشو مع ماسلز. فتلاقوا لايرز، لو بصينا عليها تحت الميكروسكوب هنلاقي لايرز اوف فايبرس تيشو انترليسنج مع لاير بتاعت ماسلز. كونه ان هو في فايبرس تيشو مع الماسل يخلي اللون بتاعه ايه؟ هل هو لونه احمر زي ماسلز، ولا لونه هيبقى ابيض زي الفايبرس تيشو، ولا هيبقى لونه ايه؟ هيبقى بيل شويه عن الماسلز، لان احنا عندي حاجات بيضاء اللي هو الفايبرس تيشو مع الماسلز. فعشان كده الفايبرويد لونه اقدر براس ايه ان انا افرقه عن بقيه المايوريثرم بان هو يبقى راوند في وورلي ابييرنس ولونه بيل عن السراوند. طب التكستشر بتاعته او الكونسستنسي بتاعته، هل هي هتبقى سوفت ولا تبقى هارد ولا تبقى فيرم؟ فيرم. ليه فيرم؟ عشان في فايبرس تيشو مع الماسلز، يعني الماسلز لوحدها ممكن تبقى فيها سوفتنس، لكن وجود فايبرس تيشو معاها ده بيديها بعض الفيرمس، عشان كده بنقول عليه فيرم. لكن طبعا مش هارد زي البول، لكن بيبقى فيرم زي التيب اوف البول. فده الكونسستنسي بتاعته. فالفايبرويد ده اتس راوندد وانترليسي فايبرس تيشو مع السموث ماسلز وبيبقى تيلر ذان اتس راوندد والكونسستنسي بتاعته بتبقى فيرم. في سودو كبسول، مش كبسول حقيقيه، لكن هي الكومبريشن اللي عمله على السموث ماسلز اللي حواليه لقى ان هو ليه حاجه اسمها سودو كبسول. استفدت ايه انا من قصه السودو كبسول دي؟ ان انا ممكن اشيل الفايبرويد نفسه كويس من غير ما اشيل اللي حواليه كله او من غير ما اشيل اليوترس. اعمل دي نكليشن للفايبرويد لان هي حاجه راوند اقدر اشوفها، اقدر اشاور عليها وافرقها عن السراوندنج، وكمان مخاطه بحاجه اسمها سودو كبسول نتيجه للكومبريشن او السموث ماسلز اللي حواليها. فبالتالي اقدر اعمل لها انفليشن كده واشيلها من غير ما اشيل اليوترس، فاعمل مايوماكتومي، المايوما دي اشيلها اكتومي من غير ما اشيل اليوترس. فهو ده الباثولوجي او الجراس بيكتشر بتاع الفايبرويد، ان هو راوند وبيل وعن السراوندنج وفي افيرم كونسستنسي حواليه سوبر كبسول. فده الشكل بتاع الفايبرويد. يطلع مصري زي ما بنتكلم على من اليوترس والبطن او اليوترس او السيرفكس، او ساعات من البرود ليجمنت لان بيبقى في ماسل فايبرز ماشيه في البرود ليجمنت. طب يبقى سنجل ولا مالتي؟ افندم؟ بمعنى ان هو مثلا لو طالع من السيرفكس او طالع من البرود ليجمنت او طالع من اليوترس. سنجل ولا مالتي؟ مالتي. ممكن نخليه مالتي، ايه اللي يخليه سنجل؟ يعني ما ممكن او يبقى مالتي، ما احنا قلنا القاعده دي تنطبق على اي حته فيها ماسل. طبعا الباتي اوف ايتوس في ماسلز اكتر، لان ثلاثه ماسل هي عن السيرفيس وعن البروب ليجامنت، فمنطقي ان ممكن في اليوترس الباتي هو اللي يبقى مالتيبل، لكن اكتر هيبقى سنجل في السيرفيس او في البروب ليجامنت. لكن ما ينفعش ان هو ممكن يبقى سنجل حتى لو في اليوترس تبقى عندها سنجل مايوما او يبقى عندها مالتيبل مايوما. يطلع منه قسمناه على ان كل واحده من دول الاماكن دي بتعمل سيمتوم مختلف، فقسمناه يا اما يكون حاجه جوه اليوترس يطلع من المصرص بتاعك مع الميديوم اه، بس الانفيشن او يعني توورز السنتر او توورز الكافيتي بتاعت اليوترس او توورز بره البريتونيوم، او يفضل موجود في المصر وول بتاعت اليوترس. لو طلع لجوه الكافيتي، لو الفايبرويد ده كبر ودخل جوه الكافيتي، دخل جوه اليوتراين كافيتي، بنقول عليه سميوكس مايوكس. ليه سميوكس؟ لان اللي جوه دي ميوكوزا، فطالما ان هو كبر ناحيه جوه ناحيه الميوكوزا فقلنا عليه سميوكس مايوكوس. لو طلع ناحيه بره ناحيه البريتونيال كافيتي بنقول عليه سبسيرس مايوكوس. ليه سبسيرس؟ لان بره في السيروزا، فبالتالي هو طلع جوه السيروزا فبقى اسمه سبسيرس مايوكوس. لو فضل انسايد الوول
الميوريثرين بتقول عليه انترامورال او انترستيشيال. انترستيشيال يعني انسايد او انترامورال يعني انسايد الهول بتاعه الميوريثرين. فبالتالي عندي ثلاثه تايبس اوف فايبرويد. يبقى ممكن يبقى سبيوكس مايوما جوه اليوتراين كافيتي، سبسيرس مايوما انسايد البريتونيال كافيتي، او انترستيشيال مايوما. تفتكروا السبميوكوس مايوما دي الست تيجي تسيمتوماتايز ايه؟ ايه السيمتوم اللي هتشتكي منه؟ لو حاجه عندها سبميوكوس مايوما جوه اليوتراين بليدنج بالظبط كده، حاجه انسايد اليوتراين كافيتي جوه اليوترس، فبتكبر لي السيرفيس اريا اوف اندوميتريم، لان الاندوميتريم ده هيكريب على الاندوميتريم ده هيكريب على المايوما، فبالتالي السيرفيس اريا بتاعت الاندوميتريم كبرت، فالفلو بتاعها زاد والديوريشن بتاعت الفلو زاد. يعني بقى عندها بليدنج ديورينج المانسبيشن. هو بنسميه ايه؟ ديورينج منوراشيا بالظبط كده، هيبقى عندها منوراشيا. فالسبميوكس مايوما يوجوالي بتبريزنت باي منوراشيا. طب لو عندها سبسيرس مايوما، يعني المايوما طالعه بره اليوترس ناحيه البريتونيال كابت، واليوتراين كابت نفسها زي الفل مش اي حاجه خالص، تشتكي من ايه؟ بريشر سيمتومز. بالذات لو كبرت هذه المايوما السبسيره بريشر سيمتومز، يا اما على اليورين البلادر بيجي لها فريكونسي، او لو كانت سيرفايكال على اليوريثرا فيجي لها ريتنشن، ورا ناحيه الريكتم يجي لها كونستيبيشن. يعني تشتكي من بريشر سيمتومز بريشر مانيفستيشن بالذات لو المايوما دي كبرت. لكن طبعا لو صغيره هتبقى اسيمتوماتيك لان بريشر على ايه، فعشان كده بنقول عليه موستلي اسيمتوماتيك. طب لو هو انتراميورال مايوما انسايد الهول بتاع المايوميتريم تشتكي من ايه؟ موستلي اسيمتوماتيك، لان هي ولا انها زودت لي الفلو ولا عملت لي بريشر سيمتومز، فموستلي هتبقى اسيمتوماتيك. فعشان كده يمكن اكتر مايوما فعلا بيبقى فيها شكوى هي المايوما الانترا كافيتري او السبميوكس مايوما، لان دول بيشتكوا فعلا من بليدنج. فساعات حتى لو المايوما الخلف بتاعها فيري سمول تيجي تشتكي من بليدنج وتستحق ان هي تو بي تريتد لان هي سيمتوماتايزر. لكن يوجوالي الانترا ميورال اند سبسيرس مايوما دول بيبقوا اسيمتوماتيك، فبالتالي ما عندهاش نو سيمتومز يبقى نو تريتمنت، لان دي قاعده شهيره جدا في الطب، نو سيمتومز نو تريتمنت، اكسبت لو كانت طبعا حاجه مالينت. ده احنا بنتكلم على بناء فالباثولوجي بتاعنا الدراسي زي ما احنا شرحناه كده مايكروسكوبيك، اللي لو جيت ابص عليه تحت الميكروسكوب المايوما دي هلاقي انترليسنج فايبرز بين الفايبرز دي مع السموث ماسلز، وكمان الميتوتيك فيجرز بتاعتهم يعني الديفيجن سريع ولا بطيء؟ ايه رايكم؟ بطيء. ده بناين، البناين دايما البروليفريشن بتاعه بيبقى بطيء، فهلاقي الميتوتيك فيجرز قليله او اقل من 10، لكن لو كان ده ساركوما مثلا كنا لقينا الميتوتيك فيجرز اللي هي الديفيجن بتاعته بتبقى عاليه. فتحت الميكروسكوب هيبقى كمان الميتوتيك فيجرز بتاعتهم قليله لان الديفيجن بتاعه بسيط جدا. ده الفايبرويد يكبر كل سنه مثلا 1 سنتيمتر، يعني لو تابعت معاها باي الترا ساوند تقول انت عندك مايوما 3 سم، السنه اللي بعدها ممكن توصل ل 4 سم بعد سنه، متخيلين؟ فبالتالي الجراف بتاع الفايبرويد بيبقى فيري 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 سمول، الا لو هو بقى رابيد جراف هو اللي ساعتها نقول اه ده ممكن يحصل منه مالين ترانسبورت. عشان كده بنقول المايوما ما نقولش للعيانه ابدا ان انت عندك ورم وممكن يقلب خبيث، لان هو اتس نوت كده. ده مش زي الاندوميتريال كارسينوما ولا زي السي اي ان سيرفايكال نيوبليزيا، لان ده نوكل مالينت اكسبت لو حصل فيه سيرتن موديفيكيشن في السيمتومز. فبالتالي العيانه هتيجي تشك تقول لك بقى عليا نزيف كتير، انا حاسه بقى في بريشر سيمتومز كتير ما كانتش موجوده الشهر اللي فات مثلا، فبالتالي تعمل سونار تلاقي فعلا ان هو ابتدى يحصل لها رابيد جراس، فتقول لها دي ممكن تتحول لمالينت فاتس فاليو تو بي ريموف. فليها الارمنج ساينز كده ان هي يحصل جراس بعد المنقوص، لان يوجوالي بعد المنقوص مفيش اسهل شيء الا هيخليها تجرو، فبالتالي ده يبقى انديكيشن ممكن يحصل مالينت ترانسفورميشن. او لو هي تشايلد بيرنج وابتدى يحصل منها رابيد جراس يبقى ساعتها بقول لها ان ممكن يحصل منها مالينت ترانسفورميشن فات شود بي. يبقى ده بالنسبه للباثولوجي سواء جراس او مايكروس. الفايبرويد بيحصل فيه ديجنريتيف تشينجز، يعني باثولوجيكال تشينجز كده ممكن يحصل منه سيستيك ديجنريشن، فاتي ديجنريشن، يحصل كالسيفيكيشن جواه، هايلاين ديجنريشن، يعني زي انواع الديجنريشنز اللي خدناها قبل كده في الباثولوجي اللي ممكن يحصل فيها فات ديبوزيشن نقول عليه فاتي ديجنريشن، يحصل كالسيوم ديبوزيشن نقول عليه كالسيفيكيشن، يحصل مثلا هايلاين ديجنريشن هو الماتيريال اللي جوه اللي بيروح لها بور بلاد سبلاي كويس، تبتدي ان هي تتحول لهايلاين ماتيريال، وده ذا موست كومن ديجنريتيف تشينجز اللي ممكن يحصل في الفجر. طب ايه اخبار جورينج بريجنس؟ لو واحده عندها فايبرويد وحملت هيحصل ايه في الفايبرويد؟ هيكبر ولا هيصغر؟ ايه رايكم؟
يعني موجود اكتر من تشاي بيري ولا لا؟ هو البلاسينتا بتسكريت ايه؟ بروجستيرون بس ولا بتسكريت استروجين كمان؟ استروجين بروجستيرون. ففي استروجين كتير اكتر من تشاي بيري، بس ده كومبنسيتد باي البروجستيرون اللي كتير قوي، فبالتالي في استروجين اكتر من النورم، لكن في بروجستيرون كتير قوي 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 بيكمبيت الايفكت بتاع الاستروجين. فتلاقي الفايبرويد ده كبر وبعدين حصل فيه ديجنريشن. حصل فيه حاجه اسمها نيكروبايوزس اللي هو انكمبليت نيكروزس. بنقول عليها الريد ديجنريشن اللي بتحصل during pregnancy وديفايد سبيسيفيك during pregnancy ان هي نيكروبايوزس او ريد ديجنريشن او انكمبليت نيكروزس نتيجه لوجود استروجين كتير بس كومبيتد باي بروجستيرون كتير، فيكبر حجمه بس يحصل له نيكروزس. فجيرنج بريجنسي لو واحده عندها فايبرويد تلاقيه لازم حجمه هيكبر جيرنج بريجنسي، بس يحصل له حاجه اسمها ريد ديجنريشن تيجي ممكن تشتكي ببين كده تديها انرجيزكس تديها سيمتوماتيك تريتمنت، لان هتقول لها انت لازم الفايبرويد ده هيكبر جيرنج بريجنسي بس بعد الولاده هيرجع يصغر تاني، يرجع يصغر تاني لان ولا بقى في بلاسنتا ولا في بقى في استروجين ولا بروجستيرون فيرجع حجمه يصغر تاني. فجيرنج بريجنسي لو واحده عندها مايوما نيفر ايفر انك انت تريموف المايوما دي سيرجيكال. اولا الفاسكولاريتي بتاعه اليوترس بتبقى عاليه جدا، اليوترس بيبقى قد كده كبر وكله بان فاسكولار، فلو جيت تعمل اوبريشن سيرجيكال اوبريشن عشان تشيل المايوما هيجي لها هيرويد بليد سيفير بليد، بلس ان انت هتافكت الانجوينج بريجنسي، ما انت هتافكت الانتجريتي بتاعه اليوترس، فبالتالي نيفر ايفر انك انت تعمل مايومكتومي جيرنج بريجنسي. ده احنا حتى بنقول لو واحده بنعملها لو بتعمل سيزارين فور اني ريزن، يعني طلع البيبي ترانسفيرس لاي وات ايفر، فانت محتاج تعملها سيزاريان سكشن، وديورنج السيزاريان لقيت عندها فايبرويد اشيله ولا ما اشيلوش؟ يعني انا بعملها سيزاريان طلعت البيبي اليوترس لقيت فيه فايبرويد اشيله ولا لا؟ مين بيقول اشيله؟ مين بيقول لا؟ طيب اللي قالوا لا هم الاغلبيه، ليه ما اشيلوش؟ ها؟ عشان الماسكولاريتي عاليه قوي، بس هتحرزك مني كتير جدا، بلس ان المايوما اللي انا شايفاها قدامي دي 5 سم بعد الولاده، يعني بعد البيركوريوم وكان 3 ل 6 شهور، هلاقي ان هي حجمها بقى سم، بقت اسيمتوماتيك ومش محتاجه انها تتشيل. فبالتالي حتى لو لقيت during doing a cesarean section مايوما ما بتشيلهاش، لان الماسكولاريتي بتبقى عاليه جدا هتنزف منك جامد قوي، بلس ان كده كده هيصغر الفايبرويد بعد الولاده وبعد البيركوريوم وبعد ما الهرمون التشينجز دي كلها تخلص، فبالتالي مش محتاج انك انت تشيلهم. فده لو بنتكلم على الباثولوجي والتشينجز او الديجنريشن اللي ممكن تحصل في الفايبرويد. في سؤال لحد هنا كلينيكال بيكتشر، في عندنا تايب اوف ذا بيشنت سيمبتومز اند ساينز. ايه تايب اوف ذا بيشنت؟ شكل العيانه دي ايه؟ موستلي هتبقى بيفور بيوبرتي افتر مينوبوز ديورنج تشايلد بيرنج بيريد، يعني هيبقى شكل العينه دي ايه؟ لازم تبقى تشايلد بيرنج يعني عشان يبقى في استروجين اكسسيف استروجين، فديورنج تشايلد بيرنج يوجوالي هتبقى نالي جرافيدا او لو باريتي كويس، وممكن تبقى الـ من الدارك ريسز، يعني ده بالنسبه لشكل العينه بتاعت الفايبرويد. طب السيمبتوم اللي هتيجي تشتكي منها؟ بليد. طالما جات لي يعني بتشتكي خلاص، احنا قلنا موت كومبريزنتيشن ايه سيمتوماتيك. طب لو هي سيمتوماتايزنج بقى يعني بتشتكي وجات لي، يبقى هتشتكي من ايه اكتر حاجه؟ هو بليد. بليد يعني لو هنحط كي وورد جنب كلمه فايبرويد فور فهي هتبقى بليد، لان هناخد المره الجايه على طول اندوميتروزس ده فين، لكن الفايبرويد تيجي ببليد، تيجي لك ببليد، لان موستلي بقيه الحاجات اللي هي الانترستيشن والسبسيرس دول ايه سيمتوماتيك، فاللي هتبقى سيمتوماتايزنج بليد هي اللي هتبقى سب ميوكس مايوما، والسب ميوكس مايوما دي بتنكريز السيرفس اريا بتاعت الاندوميتريم فتيجي تشتكي من بليد. اي نوع من البليد وحصلنا المره اللي فاتت انواع البليد بتوع الدي وبي، قلنا في عندنا مينوراجيا مايكروراجيا كونتاكت بليد، هتيجي تشتكي من ايه؟ مينوراجيا. مينوراجيا لان ده بينكريز السيرفس اريا بتاعت الاندوميتريم مش الريجولر شادنج، الا لو بقت الفايبرويد دي بولر. هي ممكن الفايبرويد تبقى بولر ان هو الفايبرويد دي كويس مع كل منزل بيحصل كونتراكشن سبازم في المسلز بتاعت اليوترس، فبالتالي ممكن لو مايوما صغيره 2 سم او حاجه تتحول لتبقى كده انكليتد او يبقى ليها فتل، يبقى ليها فتل. فلو بقى الفايبرويد كويس هي اللي ممكن تعمل شادنج ويحصل على التيب بتاعها انفكشن فيبتدي تعمل لي ميكروراجيا، لكن يوجوالي باي ديفولت الفايبرويد بيعمل لنا مينوراجيا اكسبت لو حصل فيه كومبليكيشن زي انفكشن او عمل الفولك، يبقى ساعتها ممكن تجيلي بمايكروراجيا اللي هو ايريجولار بليدنج ان بتوين ماكس، لكن يوجوالي السيمبتوم المين سيمبتوم بتاع الفايبرويد ان هي تجيلي بمينوراجيا او بريجولار باشنال بليدنج او اكسبت.
excessive bleeding during menstruation. But let's see. طب signs. Signs يعني أنا لما أجي أعملها examination، طبعا بعمل general examination, abdominal examination, PV أو local examination. الجنرال examination في حاجة معينة تحب تبصوا عليها في الفايبرويد؟ انيميا بالظبط كده فلو مش بقول بليدنج كده تقولي انا بنزف انا على طول عليا نزيف جامد وقت الدوره بينزل عليا بلاد كلوتس كده فبشوف فيها فالور ولا لا عشان فعلا دي كبير بليدنج لدرجه انها دخلت مننا في انيميا فالجنرال اكزامينشن اهم حاجه اشوف الفالور اشوف اذا كانت اناميك ولا لا طب ابدومينال اكزامينشن ايه رايك في حاجه مهمه في الابدومينال اكزامينشن للفايبرويد ها يعني اشوف اليوترس كبر ولا لا ما اليوترس نورمالي نوت فالت ابدومين ده بلفيك اورجن لكن لو ابتدى يكبر وصل لاكثر من 12 اسبوع لان عند السيمفيس تيوبس ده اليوترس 12 اسبوع واليوترس احنا بنقيسه بالاسابيع ايكويفالنت لاسابيع حمل يعني لو قلت اليوترس ده 20 اسبوع يعني وصل لحد الامبلكس مش انها حامل 20 اسبوع اليوترس بتاعها كبير لدرجه اكنها حامل 20 اسبوع فباجي اعمل لها اكزامنيشن ابدومينال اكزامنيشن الاقي اليوترس ده واصل لحد الامبلكس فلاقي عندها ابدومينال انلارج فممكن الاقي عندها ابنورمال انلارجمنت فعلا لو اليوتر الفايبرويد ده كبر قوي لدرجه ان هو كبر لي اليوترس واليوترس ممكن يبقى 12 اسبوع لحد السيمفيسيس بيوبس 20 اسبوع لحد الامبيليكس 16 اسبوع ميد واي بتوين السيمفيسيس بيوبس اند امبيليكس فشوف السايز بتاع اليوترس ده ايه اب داون طب بي في اند باي مانوال اكزامينشن مهمه ولا مش مهمه؟ ايه رايكم؟ يعني هل هيطلع لي داتا لو عملت بي في داتا اكسترا داتا يعني احنا دايما بنبقى عايزين نعرف الساينز يعني نعمل اكزامينشن عشان نكونفيرم اور دايجنوستس بيفور دوينج الانفستيجيشن فهل البي في ان باي مانوال اكزامينشن للعيان دي مهمه ولا مش مهمه؟ ايه رايكم؟ مين بيقول مهم؟ مين بيقول مش مهم؟ ليه مش مهم؟ الاغلبيه قالوا مش مهم ان انا افحص اليوترس بتاع العيان ما هو بي في ان باي مانوال ده اليوترس بتاع العيانه مش مهم ان انا افحص اليوترس ها؟ يعني انا دلوقتي العيان بتشتكي من منوراجيا انا فحصتها ابدومينالي ما لقيتش عندها ابدومينال انلارجمنت قال لها لا انت خلاص ما عندكيش فايبرويد ولا اعمل ايه؟ ولا افحصها؟ ايه رايكم؟ الدكاتره ده الديزيز بتقول بتاع المايميتريك بتاع اليوترس فالاورجن الوحيد اللي انا طالع منه الديزيز ما عملوش اكزامينشن ده هو اهم من كل اللي احنا بنقوله ده مش كده ولا ايه؟ يعني هو لازم يكبره لك يبقى قد كده ما هو ممكن يبقى 8 اسابيع 10 اسابيع حتى لو هو 12 اسبوع تكونفيرم ان هو فعلا ده اليوترس انا مش حاسه ابدومينال الماس حاجه ثانيه غير اليوترس ما انت لما تمسك السيرفكس من تحت وتعمل له تبتدي انك انت تحركه تلاقي الماس دي فعلا ابدومينال بتتحرك يبقى ات از يوتراين ماس ات از فايبرويد فهو اكثر حاجه كونفيرمات هم بتوع النسب بيحطوا حاجه منهم يعملوا فيه اكزامينشن عشان اشوف اليوترس والانسه الاوبريس فعشان اشوف فيها يعني يوتراين انلارجمنت ولا لا فده في البي في اكزامينشن لازم يتعمل ومهم عشان اشوف عندي يوتراين انلارجمنت ولا لا فالساينز بتاعتنا جنرال اهم حاجه طبعا اشوف في فالور ولا لا لان هي بتشتكي من بليدنج ابدومينال اكزامينشن لان اليوترس حتى ممكن يكبر قوي بحيث ان هو يبقى ابدومينال اورجن ما يقدرش فعلا يبقى اورجن طبعا في بي اكزامينشن عشان اكونفيرم السايز بتاع اليوترس واشوف اذا كان ريجولر سيماتريكال انلارجمنت ولا اي سيماتريكال هو الفايبرويد يعني سيماتريكال ولا اسيماتريكال؟ اسيماتريكال. بيقول اسيماتريكال. يعني لو هو الفايبرويد هي كبرت ماس جوه اليوتراين كافيتي كبرت اليوترس هيبقى سيماتريكال ولا اسيماتريكال؟ مين بيقول لو هي اليوترا كافيتي ماس السابيكوس مايوما دي كبرت وكبرت لي اليوترس هيعمل لي سيماتريكال انلارجمنت يا فايبر. مين بيقول لها هتعمل اسيماتريكال انلارجمنت ماس جوه اليوترس؟ هو الحمل البيبي اللي بيكبر جوه اليوترس بيعمل لي سيماتريكال ولا ايه سيماتريكال انلارج؟ سيماتريكال. طب ايه الفرق بين البيبي اللي كبر جوه اليوترس والفايبرويد اللي كبر جوه اليوترس؟ هو ماس جوه اليوترس البيبي حتى الامبلانتيشن بيبقى فوق الامبلانتيشن هيكبر لي اليوترس كله على بعض فالسابميوكوس مايوما بتعمل لي سيماتريكال انلارج. طب امال ايه بيعمل لي ايه سيماتريكال انلارج؟ لو هي سبسير طالعه من حته كده ارض من ناحيه الكورنر اند دي او مالتيبل فايبرويد فتلاقي اليوترس كله نابي فبالتالي انت بتعمل اكزامينشن بتشوف عندك يوتراين انلارجمنت ولا لا وسيماتريكال ولا ايه سيماتريكال لان لو سيماتريكال ات از موستلي ا سنجل مايوما انترا كافيتري او سابميوكوس مايوما لكن لو هو ايه سيماتريكال انلارجمنت موستلي هتبقى سبسيرس مايوما وممكن يبقى مالتيبل فايبرويد يوترس فبالتالي دي الداتا اللي انت مصلحها بالبي دي اكزامينشن بتاعك طبعا تكونفيرم او دايجنوزس عايز تكونفيرم ان ده فعلا فايبرويد انت بالفحص لقيت فيرم ماس و سيماتيك انلارجمنت كمبيوتر وسيرفيس بيموت
انت مع طبعا السيمتوم بتاعت العينه انت نيرلي دايجنوز 100%. عايز تكونفيرم عشان تحلف عليها تعمل ايه؟ ايه الانفستيجيشن اللي تعمله؟ سي تي ام ار اي بات سكان الترا ساوند تحب تعمل ايه؟ الترا ساوند مش حل. يعني اي حاجه ثانيه ما انا قلتها ام ار اي ولا سي تي ولا بات سكان وكده مش هيديك فيرذر انفورميشن عن الالترا ساوند. طب واي تو جو لحاجه بقى فيري سوفيستيكيتد فيري كوستي بالرغم الالترا ساوند اللي هو فيري باك سايد كلنا بنعمله بيديك نفس الانفورميشن. فاكشولي الجولد ستاندرد بتاعنا ان احنا نعمل لها الترا ساوند اكزامينشن. الالترا ساوند هتلاقي اللي احنا عمالين نقوله ده انه حاجه زي ماس وورلي ابيرنس وكده هتطلع عندها سب ميوكس مايوما لو طالعه جوه الكافيتي، سب سيريس مايوما لو طالعه بره الكافيتي، لو هي انسايد البول هقول عليها انترا ميورال مايوما، اشوف سنجل ولا مالتيبل، اشوف حجمها اماجر حجمها اقول 2 سم 3 سم 10 سم 5 سم عشان نعرف حجم المايوما دي ايه. فبالتالي اقدر ابلان هي محتاجه تريتمنت ولا مش محتاجه تريتمنت وايه الميثود اوف تريتمنت بتاعها. فبنعمل لها الترا ساوند. طب لو جينا نعمل منظار لاي سبب اللاباروسكوب يبين لك اي تايب اوف مايوما ولا يبينهم كلهم؟ لو انا بعمل لاباروسكوب منظار بقى يعني دخلت من الامبيريس عند التريتوريال جاب هشوف اي تايب اوف مايوما؟ سبسيرس بس مش هشوف غير سبسيرس. طب لو انا بعمل هيستروسكوب فور اني ريزن انا دخلت انسايد اليوتراين كافيتي هشوف اني تايب اوف مايوما؟ السبيوتس بس. فالانترستيشن مش بتبان غير بالالترا ساوند ولا حتى لو عملت كومباين لابراسكوبي هيستروسكوبي الانترستيشن عمري ما اشوفها لان عمري ما بشوف الوول بتاع اليوتراين بلايت فيه الترا ساوند. فاللابراسكوب يبين لي السبسيرس الهيستروسكوب يبين لي السبيوتس لكن الالترا ساوند يبين لي كل التايبس. فاكشولي لو كنا بنقول على لابراسكوب جولد ستاندرد في حاجات كتير لكن ات از نوت ذا جولد ستاندرد هنا في المايوما لانه مش هيبين لي غير بس السبسيرس ولا الانتراكابيتري اللي هو السبيوكس ولا الانترستيشن هعرف اشوفهم باي لابراسكوب. فعشان كده فعلا الجولد ستاندرد في دايجنوز الفايبرويد هو الالترا ساوند. في سؤال لحد هنا؟ طيب نيجي نشوف بقى دلوقتي التريتمنت. عيانة جاية بتشتكي لقيت ان هي بتشتكي من بيلي وعملت لها اكزامينشن لقيت عندها فايبرويد. هتعمل لها ايه؟ على حسب طبعا في سيمتومز ولا لا فبالتالي في حاجات هسال نفسي عليها هي سيمتوماتيك ولا ايه سيمتوماتيك؟ لان مصر ايه سيمتوماتيك؟ لو ايه سيمتوماتيك نو تريتمنت لكن لو هو سيمتوماتيك ابتدي اشوف بقى يعني سيمتوماتيك. وايه كمان؟ ايه كمان تو بي تيكن انتو كونسيدريشن وانا بفكر اتريت الفايبرويد؟ بالظبط عايزه فيرتيلتي ولا لا؟ يعني هي عايزه تحمل ولا لا؟ فبشوف سن العيانه وهي عايزه حمل ولا مش عايزه حمل؟ فبشوف السيمتومز والسيفيريتي اوف سيمتومز بشوف ايج بتاع العيانه كويس والديزاير فور فيرتيلتي. فدول الحاجات اللي هتديني يعني تخليني اتحرك لان ممكن يبقى عندي عيانتين 40 سنه هما الاثنين 40 سنه واحده لسه متجوزه وواحده ثانيه لا متجوزه بقى لها 10 15 سنه كويس. الاثنين عندهم سنجل مايوما انترا كابيتري 5 سم زي بعض هو ريبورت الالترا ساوند زي بعض كوبي اند بيست لكن الاثنين مش هعالجهم بنفس الطريقه. واحده لسه متجوزه عايزه تحمل واحده ثانيه عندها عيال وعندها خمس عيال ومش عايزه حمل تاني مش كده ولا ايه؟ ولا الاثنين هتعالجهم زي بعض؟ فاحنا في النسب ازاي؟ لا لازم الماريتال ستيتس والجرافيتي والباريتي بتتحط في الكونسيدريشن لان احنا بنتكلم على يوترس. طب ما انا اسهل حاجه اقول لها عندك فايبرويد ما نشيل اليوترس كله على بعضه بالمايوما عشان ما يرجعش تاني لان خلي بالكم انا لو عملت لها مايومكتومي وشلت المايوما ما البريديسبوزنج فاكتور نفسها موجوده ما هي نفس الست نفس العيانه فايه اللي ما يخليهاش يرجع لها فايبرويد تاني؟ ممكن يطلع لها فايبرويد تاني ريكورنس تاني للفايبرويد. فامتى بشيل اليوترس وامتى بشيل المايوما؟ انهي الاحسن؟ اعمل لها مايومكتومي ولا اعمل لها هيستركتومي؟ اشيل اليوترس بين الفايبرويد الموجود فيه ولا اشيل المايوما بس وابريزونج اليوترس؟ ايه رايك؟ على حسب بالظبط هو على حسب لان كل حاجه ليها بنفيت وريسك فانت بتوي البنفيت ريسك. لو العيله عايزه تبريزرف الفيرتيليتي وما عندهاش عيال ات ورث ان انا اسيب لها اليوترس حتى لو رجع فيه مايوما بس عشان تحمل. لكن انا لو شلت لها اليوترس خلاص هي كده مش حامل تاني. بس مش هيرجع لها فايبرويد ايوه بس هي عايزه حمل يعني مش كده ولا ايه؟ فبالتالي لكن لو هي عندها عيال فبالتالي ملوش اي لازمه ان انا اسيب اليوترس وهيرجع لها الدروباكس وهي اصلا بتاخد كونتراسبشن ومش عايزه حمل. فدايما بتحط البنفيت والريسك بالنسبه للعيانه دي وليس بالنسبه للفايبرويد لان لو بالنسبه
هيستراكتوم وتخلص. لكن بالنسبه للعيانه دي فهي لو عايزه خايفه فهيبقى افكر اكريزيرف اليوترس، لو هي مش عايزه خايفه هو اللي ساعتها ممكن اعملها ديفينيت تريتمنت اللي هو هيستراكتومي، نريموف اليوترس بالفايبرويد اللي جواه عشان ما يتكونلهاش فايبرويد ثاني. طب هل الاوبشنز اوف تريتمنت بس هما مايومكتومي اند هيستراكتومي؟ يعني هو السيرجيكال يا اما مايومكتومي يا اما هيستراكتومي؟ طب ايه الاوبشنز الثانيه؟ ها ايه رايكم؟ ميديكال هرمون هرمون زي ايه يعني؟ تحبوا تدولها ايه؟ جاستجن بالظبط، اديلها جاستجن لان هي عندها هايبر استروجينيك ستيت، فممكن اديها جاستجن كويس. او سي بيز فيها الجاستجن دايما اعلى عشان تريجليت برضه سايكل سايكلز ريجولر، او اديها جاستجن بس اللي هو من 50 لطول الدوره، اديها استرونيك نورا وبريمرات نور حاجه نور استرونيك يعني حاجه اسمها بروجستيرون لمده 21 يوم توقف تنزل عليها منزل، ده هيصغر شويه حجم المايوما وهيقلل الاماونت اوف ليف. فقلت لي ممكن ميديكال تريتمنت از فورم اوف هرمونال تريتمنت. ايه كمان؟ هي ممكن اديها وقت المنسز بقى، هي بتشتكي من ميناراشا، هي عندها ريجولر ريجولر بليد. فاكرين لما قلنا التريتمنت بتاع الدي يو بي قلنا لو هي ميناراشا يعني ديورنج المنسترويشن هو اللي عليها بليدنج، انا ممكن اديها حاجات هيموستاتكس او انتي فايبرينوليت ديورنج المنسترويشن، ده في الكابرون دايسون حاجات ديورنج المنسز عشان تقلل بس الاماونت اوف بليدنج، ومش محتاجه اديها هرمون لو ما تمشيش عليه على طول ولا اي حاجه خالص، هي بس وقت المنسز. طيب لو واحده جايه لك بتشتكي من بليدنج فقلت لها لا ده احنا ممكن ناخد ميديكال بس ووقت المنسز هتاخدي دخل وكابرون وحاجات من دي وخلاص. هل هتمشيها على طول كده عمياني على التريتمنت ده ولا تحب تعمل سيرتن انفستيجيشن بيفور جيفينج هير الميديكيشن دي؟ ايه الانفستيجيشن تحب تعمليه؟ سي بي سي بالظبط كده. لو لقيت هيموجلوبين هي بتشتكي من سيفير بليدنج وهيموجلوبينها 11 ولا 12 طب ما امشيها فعلا على المستشفى، لكن بتشتكي من بليدنج وهيموجلوبينها 5 ولا 6 لا ده مش ده سيفير بليدنج، يبقى بس الهيموستاتكس مش كفايه، ده انا لازم اعمل لها تريتمنت وممكن ارجع للسيرجيكال تريتمنت زي ما عملت. فالاوبشنز بنشوف السيفيريتي اوف ذا سيمبتومز كويس مع الايدج اوف ذا بيشنت والديزاير فور فيرتيليتي، كل دول بيخشوا معانا وايل ان احنا بناخد الديسيجن فور تريتمنت. فالاوبشنز اوف تريتمنت كتير قوي، الاوبشنز اوف تريتمنت ممكن تبقى ميديكال تريتمنت في فورم اوف هيموستاتيك وقت المنسز بس لو هتشتكي من الميناراجيا لكن مش مؤثره على الجنرال كونديشن وعلى السي بي سي بتاعها، او نبتدي هرمونال اللي هو في فورم اوف جاستجن برضه في السايكلز هتبقى ريجولر وهيصغر شويه الحجم بتاع المايوما، او ممكن انا اعملها سيرجيكال زي مايوماكتومي واشيل بس المايوما لو هي عايزه تبريزيرف اليوترس، او استراكتومي اشيل اليوترس كله باقي المايوما فما يرجعلهاش مايوما. فدول اوبشنز ميديكال سواء هيموستاتيك او هرمونال سيرجيكال سواء مايوماكتومي او استراكتومي ديبندنج على السيفيريتي اوف سيمبتومز والديزاير فور فيرتيليتي والايج اوف ذا بيشنت. هل في اوبشنز اخرى؟ او في حاجه اسمها مينيمالي انفيزيف سيرجي. مينيمالي يعني ايه مينيمالي انفيزيف؟ هي اتس ان انترفنشن يعني انا بخش بعمل حاجه بس مش بدرجه مايوماكتومي او زي ايه؟ زي حاجه اسمها انترايم ارتي امبولايزيشن. انترايم ارتي امبولايزيشن اندر سكرين يعني تحت سكرين كده بنخش ثرو الفيمورال ارتي كويس جايدد باي يعني شايفين على السكرين الفيمورال ارتي وبعدين نخش نطلع لفوق عشان نوصل للانترنال ايليك ارتري ومن الانترنال ايليك ارتري نخش ناحيه اليوتراين ارتري ونعمل امبولايزيشن للبرانشز اللي بتغذي الفايبرويد اندر سكرين. خلاص؟ فلما تعمل امبولايزيشن للبرانشز اللي بتغذي الفايبرويد يحصل ايه للفايبرويد؟ اتروفي ويقل حجمه فبالتالي السيمبتومز تقل. فالمينيمال انفيزيف زي اليوتراين ارتري امبولايزيشن بنعمله اولا لازم يبقى حجم الفايبرويد مش كبير قوي لان لو كبير 10 سم ولا كده طب ما هيصغر هيبقى 5 سم ما هيفضل برده موجود هتفضل سيمبتومز موجوده. فلازم يبقى الفايبرويد حجمه مش كبير قوي وما يكونش عندي مالتيبل مايوميتر والا امبولايز هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا فالفيزيبيليتي برده بتبقى فلازم يبقى الفايبرويد حجمه مش كبير وما يكونش مالتيبل تكون عايزه فيرتيليتي ولا لا. هو الاوبريشن دي او السيرجيكال انترفنشن ده بيتعمل اندر سكرين. يعني ايه اندر سكرين؟ اندر راديولوجيكال سكرين. بمعنى يعني كوني انا زودت لكم ان هو اندر راديولوجيكال سكرين يعني طول التايم اوف اوبريشن ده هي محطوطه طبعا تحت زي دكاتره الباسكولر وكده اللي هو بيعملوا اندر سكرين الاوبريشنز بتاعتهم. طيب كون ان هي اندر راديولوجيكال سكرين ده بيأثر على ايه؟ على الاوفرز بالظبط كده، يأثر على الاوفيريال ليزر بتاعها.
فاهمني، اثر على الاورجان الريزورت ده. فبالتالي اليو اي اي او اليوتراين ارت امبولايزيشن ده اعمله لوحده عايزه تبريزيرف الفيرتيليتي، ولا ده هيأفكت الفيرتيليتي بتاعتها؟ ده هيأفكت الفيرتيليتي جدا، ده هيأفكت، ده ممكن تخش منك منوبوز بدري، بريماتشور منوبوز. فبالتالي ده هيأثر على الاوفرز بتاعتها. فاليو اي اي بيتعمل لوحده، مش عايزه فيرتيليتي، مش عايزه فيرتيليتي او مش عايزه تبريزيرف الفيرتيليتي. ودي معلومه مهمه، كون ان هي مش عايزه تبريزيرف الفيرتيليتي، فما ينفعش ان هي تقول لي اصلها صغيره وعايزه تبريزيرف الفيرتيليتي فاعمل لها يوتراين ارت امبولايزيشن. ده كلام كونتراديكتي. لو هي عايزه تبريزيرف الفيرتيليتي اعمل لها ماي ماك، لكن ما اعملهاش يوتراين ارت امبولايزيشن لان ده بيأفكت الفيرتيليتي، لان ده بيتعمل اندر ايمجينج او اندر سكرين. فالاوبشنز بتاعتنا لازم نبقى عارفين كمان اليو اي اي ده اقوله لمين؟ فهي تبقى عيانه مش عايزه تبريزيرف الفيرتيليتي، عندها الميومه بتاعتها حجمها صغير وما يكونوش مالتيبل مايوميتا. اللي هو في الاخر كده مين الكاتيجوري اوف بيشنتس؟ هل عيانين كتير هتقدر تأفر ليهم الجراين ارتري بريزيشن؟ اكشلي لا، ده هو المصري هيبقوا ايه سيمتومات؟ ولو صغير وواحد وهي مش يعني هو كمان عندها يعني قصه العيال دي مش فارقه معاها كده، فبالتالي مين الست اللي هتديها هذا الاوبشن؟ فعشان كده الاوبشن بتاع الجراين ارتري امبولايزيشن ده مش منتشر قوي، لانه مين العيانه؟ ما هي العيانه دي هتبقى مش محتاجه تريتمنت اصلا، فما تسيبها في حالها. لان كمان لما تعملها جراين ارتري امبولايزيشن وانت الانديوس شرينكج او نكروزس للفايبرويد، هي بوست اوبريتف هتشتكي من بين وكده نتيجه للنكروزس اللي حصل، فانت هتبتدي تجيب لها شكاوى جديده ما كانتش موجوده، والفايبرويد مش هيروح وهيصغر بس، لكن مش هينتهي لو كان هو. برضه ممكن احنا الهايفو اللي هو هاي فريكونسي بس بالالتراسونيك ويفز. فالالتراسونيك ويفز دول ممكن ان هو تستخدم واحده عايزه تبريزرف الفيرتيلتي، لان ده التراساوند ده مش سكين. فعندنا اوبشنز كتيره ديبندنج على التايب اوف بيشنت اللي جايه لك والشكوى بتاعت العيانه وعايزه تبريزرف الفيرتيلتي ولا لا، هو اللي انت تحدد. هل ادي لها هيموستاتكس بس، ولا ادي لها هرمونال تريتمنت، ولا اعمل لها حاجه من المينيمال انفيزيف، ولا اعمل لها هيستيركتومي، ولا اعمل لها مايبكتومي. عندنا اوبشنز اوف تريتمنت كتير، كل واحده انت ممكن تستخدمها بس على حسب الكيس بتاعتك كلها على بعضها، مش حجم الفايبرويد بس ولا الاماونت اوف بليدنج بس، ده حجم الفايبرويد بالاماونت اوف بليدنج بالايدج بتاعت العيانه هي عايزه تبريزيرف فيرتيليتي ولا لا، كل الحاجات دي بتتحط معاها. فالفايبرويد الحته دي ممكن تجيب لكم قوي فيها الاي ام كيوز كيسز كتير قوي، ويحط لك كل الاوبشنز بتاعت الفايبرويد اللي هو ممكن تبقى تريتد بكده او كده او كده، وكلهم اوبشنز وارده وصح وبتستخدم في الفايبرويد. بس دي غير دي غير دي، يعني لو عندها لسه 20 سنه وعندها سيفير بليدنج ولقيت عندها سنجل مايوما وعملت لها هيموجلوبين لقيت الهيموجلوبين بتاعها 9 تعمل لها ايه؟ مايمكتومي بالظبط، تبقى احسن للمايمكتومي لان مش قادره اديلها ميديكال تريتمنت، ده سيفير بليدنج والهيموجلوبين عمال يضرب وهي سنها لسه صغير، فبالتالي دي مش ابروتشنج منوبوز ولا حاجه كويس، فبالتالي اخش اشيل لها المايومه لكن ابريزورب النوبوز. طب لو واحده عندها مثلا 48 سنه وجايه بتشتكي من بليدنج برضو كويس، ودخلت لقيت ان هي عندها مالتيبل بالالتراساوند لقيت ان عندها مالتيبل فايبرويد يوترس وهي بتشتكي اصلا من بليدنج، عملت لها الهيموجلوبين لقيت ان هو 11، تعمل لها ايه؟ هي عندها 48 سنه. ها؟ مين بيقول هيستريك؟ حد عنده اوبشن اخر؟ ممكن يديلها ميديكال تريتمنت، حتى مش محتاجه قوي جستشنز على فكره، انا كفايه اديلها سيمتوماتيك تريتمنت اللي هو هيموستاتكس، مش كده ولا ايه؟ مش الهيموجلوبين 11 وعندها 48 سنه، كويس؟ يعني ابروتشنج منوبوز، يعني ايه ابروتشنج؟ يعني لو دخلت منوبوز ايه اللي يجرى يعني؟ مش هيبقى فيه بليدنج ده خالص، يعني هي قدامها سنتين والنزيف ده يقع، مش كده ولا ايه؟ هتخش في منوبوز، فمش هيبقى فيه بليدنج ده اصلا، مش هيبقى فيه عندها مانسز اصلا. ايوه بس هي بتنزل، بس هيموجلوبينها 11 مش بتنزل هيموجلوبينها 6، فبالتالي ادخلها عمليات ليه؟ مش محتاجه ان انا ادخلها عمليات، فكفايه ان انا اديها المستند لان هي عندها ريجولر فاجنال بليدنج، فكفايه وقت المنسل ان انا اديها سيمبتومز. طب ما انا ممكن ما اعملهاش تريتمنت خالص، ايه رايكم؟ ولا اي حاجه، هي شورنس وبس، ايه رايكم؟ هي شيء السيمبتوماتايز هي بتقول لي انا عندي سيفير بليدنج، فالسيمبتوم ده يفترض حتى لو هو مش مؤثر على جنرال كونديشن مش لازم ندخلها في انيميا. 11 ده بالنسبه لها بس عندها بلاد كلوتس وسيفير بليدنج مضايقاها، خلاص يبقى وقت المنسز تاخد هيموستاتكس، الثلاث اربع خمس ايام بتوع المنسز تاخد هيموستاتكس وخلاص، وكل منسز كده لحد ما يا اما يجي لها سيفير بليدنج بقى واضطر ان انا اعمل لها عمليه واشوف ساعتها هعملها ايه، او تخش مني في المينوبوز فابطل بقى قصه الهيموستاتكس دي لان خلاص ما هي دخلت مننا في المينوبوز. انتوا فاهمين يا دكاتره الفرق؟
حد عنده سؤال في الاوبشنز؟ هي طيب ايه اكبر الاوبشن بتاع شيل اليوترس؟ ايه رايكم؟ يعني هل شيل اليوترس هيبقى احسن بالنسبه للعيانه ولا ده المفترض؟ يعني ايه احسن؟ انت رايح لوالدتك للدكتور والدكتور قال لها اه انت عندك بليدنج الهيموجلوبين بتاعك 11 ما اقدرش اقول انك انيميك قوي وعندك سيفير بليدنج فانا ممكن اعمل استئصال رحم وما تحسيش بالبليدنج ده خالص اخش عمليات يوم واحد كده هشيل لك الرحم والدنيا هتبقى زي الفل ما فيش اي مشكله خالص. ايه رايكم في الاوبشن ده؟ او بقول لك ممكن اديك ميديكال تريتمنت انا ممكن اديها ادويه وقت نزول المنزل ولا هي هرمونات ولا تلخبط هرموناتها ولا تجيب لها دايبيتس ولا هايبرتنشن ولا اي حاجه كل هيموستاتكس يعني تقلل الاماونت اوف بليدنج اللي هو السيمتوم اللي هي بتشتكي منه. طب وده ممكن لان هي شيز نوت انيميك يعني انا كنت الاوبشن ده مش هعرضه لو كانت العينه هيموجلوبينها 8 مثلا لا ما كنتش هعرض لها هذا الاوبشن لكن طالما هيموجلوبينها 11 طيب يعني مش محتاجه ايرجنتلي انها ادخلها عمليه. ايه رايكم في التو اوبشن؟ تفضلوا انتوا انهي اوبشن للعيانه؟ هل الهستريكتومي برغم ان ده ولا الميديكال تريتمنت اللي هو وقت المنسز بس؟ مين بيقول هستريكتومي؟ مين بيقول ميديكال تريتمنت؟ طبعا احنا دايما في الطب اللاس انفيزيف الاول طالما ان هو افكتيف وبعدين المور انفيزيف لكن مش ممكن اجري على طول على المور انفيزيف الموست انفيزيف والا كانت ستات مصر او مش بس مصر العالم كله لو عايزه حمله احملي سيزارين احملي سيزارين مفيش فاجاينا وخلصتي يبقى هيستريك صح ولا لا؟ يبقى العيانه الوحيده او الست الوحيده اللي ماشيه بيوترس اللي عايزه خايفه اللي مش عايزه خايفه كلهم هيستريك بقى ما يروحوش لدكاتره النساء تاني صح ولا لا؟ مش ده اوبشن مش ده اوبشن اهو اليوترس ده يعني صح ولا لا؟ هل ده شايفينه منطقي اللي احنا بنقوله ده؟ مش ممكن ادخل العيانه عمليات بالانستيزيا كومبليكيشن بالاوبريت كومبليكيشن بكل ده عشان ما يجيلهاش فايبرويد او ما تتضايقش من الفايبرويد او زي ما برضه مش كل العيانين يعملوا سيزاري انسكشن عشان خايفه على الام وخايفه على البيبي وما دخلهاش في فاجاينا الدليفري وياخد الكومبليكيشن بتاع السيزاري انسكشن فدايما بنروح من اللاس انفيزيف ليه المور انفيزيف لو اللاس انفيزيف ده از نوت افكتيف لكن لو اللاس انفيزيف افكتيف تمام جدا يبقى احنا ماشيين مع اللاس انفيزيف اللي هو يا اما ميديكال يا اما واحد هتبعهم لكم بالترتيب اللاس انفيزيف اللي هو ميديكال لو هي عندها اللي هو الهيموستاتيك لو هي عندها مينوراشيا لكن لو ميتوراشيا مش هقدر اديها الهيموستاتيك لان ميتوراشيا هي عايزه تريجوليت السايكلز فلو السايكلز ريجولر فعلا اه اوكي ان انا اديها الهيموستاتيك وقت الماكس لكن لو السايكلز ار اير ريجولر يبقى مضطر ان انا اديها هرمون يا اما او سي بي يا اما جاست مين اللي انفيزيف ده اوبشن ومين ولاس انفيزيف زي السيرجيكال بس لو هي البري ريكوزيتس موجوده ان هو حجمهم صغير وعددهم قليل وهي مش عايزه بعد كده فيرتيليتي وكده يبقى ممكن ارجع ايه للمينيمال او السيرجيكال سواء المايماكتومي او الهستريكتومي وعلى فكره مايماكتومي او الهستريكتومي هما نفس الدروباكس بمعنى ان انا لو قررت سيرجري مايماكتومي او الهستريكتومي الفيصل هنا هيبقى الديزاير فور فيرتيليتي بس لانها كان كده انستيزيا كومبليكيشن فتحت بطن العيانه اوبريتيف كومبليكيشن بوست اوبريتيف كومبليكيشن يعني كله زي بعض ما ينفعش تقولي المايماكتومي لاس انفيزيف لان الهستريكتومي لا هو هنا الفيصل الوحيد هو الديزاير فور فيرتيليتي لان المايماكتومي ممكن بعد كده تبقى يجي لها فايبرويد وتضطر انك انت تعمل لها مايكتومي او ستريكتومي فما بعملش مايكتومي غير لو كانت هي عايزه تبريزرف لكن لو مش عايزه تبريزرف الفيرتيلتي يبقى بنجو فور ستريكتومي يعني ايه جو فور ستريكتومي؟ يعني واحده عندها 35 سنه وعندها خمس عيال وعندها مالتيبل فايبرويد يوترس اعمل لها ستريكتومي ايه رايكم؟ ها ستريكتومي ولا مايكتومي؟ ايه رايكم؟ ايوه ليه؟ وقال لي نوع من يعني هي دلوقتي عندها خمس عيال وكانت عامله تشوب اللاجيشن في اخر سيزاريان وبريفيس فايف سيزاريان سكشن و35 سنه وعندها سيفير بليدنج هيموجلوبينها 8 ولا 9 فبالتالي قلت لا ده لازم سيرجيكال مش هقدر اديها ميديكال تريتمنت ولا مينيمال انفيزيف ده لازم نخش نعمل سيرجري ايوه السيرجري بقى اللي هتعملها دي مايوكتومي ولا هيستريكتومي؟ وليه؟ هيستريكتومي قال لي نوع من الهيستريكتومي هو في انواع؟ ما الهيستريكتومي دي ممكن تبقى سب توتال دكاتره النساء احنا بنشتغل على اليوترس والكوبيس فبليز دونت اندر ماين احنا اصلا اندر ماين لان احنا اصلا النساء ده تخصص كان جزء من الجراحه لانه سبيشال جراحه بس اللي بيشتغلوا على اليوترس والكوبيس فبالتالي احنا لو شلنا اليوترس والاوبريس الاسم مش هيبقى موجود والست مش هتتاثر فاحنا اسم ديسبوزل فيعني فاللي هو ايه يعني ما نشيلها هو الاسم كله كده فما ينفعش تقولي ايه يعني ما نشيلها اليوترس يعني تشيل لا يعني انتوا اللي هيتخصص منكم نساء وتوليد هو ده هيبقى شغله فبالتالي يعني ما تحسوش حد
لو حسيت هو مش مهم ما تتخصصوش، بس طالما انت دخلت فيه يبقى هو لازم تحترم اليوترس والاوفر. طيب ايه انواع الاستراكتيف؟ يا اما سب توتال ان انا بشيل البادي واسيب السيرفكس، يا اما توتال انا بشيل ده كله على بعضه البادي اند سيرفكس، يا اما تايم استراكتيفي اللي هي اشيل معاها كمان الاوفرز باي لاترال سابيل اوفر، او راديكال باي اللي بيعملوا حته مباشره. فتعمل لها اي تايب اوف استراكتيف؟ هل تعمل لها سب توتال ولا تعمل لها توتال ولا تعمل لها باد اللي هو ريموفر اوف اوفرز كمان معاك؟ مين بيقول ان انا اعمل لها سب توتال استراكتيف؟ مين بيقول اعمل لها توتال استراكتيف؟ ما تبصش لحواليك وتقول، هتقول على حسب قناعتك. لان انا ليه بعمل بشيل اليوترس؟ عشان ما يرجعلهاش فايبرويدز تاني، صح ولا ايه؟ هو ده الهدف، عشان ما يحصلهاش ريكارنس اوف الميامتا. فبالتالي بتشوف اللي انت سايبه ده ممكن يطلع ميامتا ولا لا، مش كده ولا ايه؟ وهي مستفيده بيه ولا مش مستفيده بيه، هو ده اللي بيتحط في الاعتبار. فقدامنا ثلاثه اوبشنز، يا اما سب توتال ان اشيل البادي بس واسيب لها السيرفيس، يا اما توتال اشيل البادي اند سيرفيس، يا اما بان هيستريكتومي اللي هي توتال هيستريكتومي اند بايلاترال سيرفنج اوفريكتومي واشيل لها بوث اوفريز كمان معايا. مين بيقول اعمل لها سب توتال هيستريكتومي؟ مين بيقول اعمل لها توتال هيستريكتومي؟ مين بيقول اعمل لها بان هيستريكتومي اشيل اوفريز كمان؟ طب كويس، محدش اختار الاوفريز لان مش ممكن ادخلها في مينوبوز، اسيب لها الاوفريز واسيب لها هرموناتها تبقى زي الفل. فاحنا ما بين توتال ولا سب توتال؟ انا دخلت اعمل لها تحب تعمل لها توتال ولا سب توتال؟ لو عملت لها سب توتال هل ممكن تجي لك بعد كده عندها فايبرويد مين سيرفكس؟ ايوه طبعا، ايوه طبعا. طب انا سبت السيرفكس ايه وظيفه السيرفكس لوحده كده؟ احنا سيبنا السيرفكس ايه؟ انا بتناقش معاكم، هو ايه وظيفه السيرفكس ان انا سايباه؟ يعني لا ايه عشان لا الانتركورس بيحصل في السيرفيس ولا بيحصل في المشاينا؟ ما انا سايبه المشاينا وما جيتش جنبها، هيحصل انتركورس عادي جدا وما تاثرش في اي حاجه خالص. ميوكس ما هو برضه المشاينا الميكوزا بتاعت المشاينا بتطلع ارم سكريشن بلس البارتيريو جلاند وقت السكشن سايبر هيبقى عندها لوبريكيشن برضه. الليجمنت انت كده كده في جميع الاحوال لو عايز توتال او سب توتال لازم اليوكوسيكل والبيو سرفايفل والماكن راس تخيطهم في البورد بتاع الفاجينا عشان تبريفنت بعد كده البرولابس. فلازم بارت اوف الاوبريشن سواء عملت توتال او سب توتال ان الليجمنت اللي انت قصيتها من اليوترس ده يرجع تخيطها تاني في البورد بتاع الفاجينا عشان ما يحصلهاش بورد برولابس. باي ديفولت كل الهيستريكتومي اللي بتتعمل لازم تبقى توتال. ليه؟ عشان انت سايب لها يا اورجن هنا بوتنشالي مالها، يعني ممكن يجي لها سي اي ام، يجي لها سيرفايكال كانسر وهو ملوش بند. طب ما الاوفرز لا الاوفرز ليهم بند، ده كل الهرمونز وما تخش منها في النبوز واوستيوبروزس وكده، فالاوفرز ليهم بند بتسيبه، لكن السيرفيس بنشيله لان هو ملوش بند. بالعكس ده ليه جرو باكس لكن ملوش بند. بمعنى العينه 35 سنه دي هتعمل لها اني نوع من الاستراكتومي؟ توتال استراكتومي عشان ما تجيليش كمان كام سنه عندها سيرفايكال فايبرويد. تقولي طب ما انت ما شفتوش ليه؟ اقول لها ما شفتوش ليه؟ هو انجينر، طب انجينر بقى عمل السبتوتال ليه؟ ايه الفايده منه؟ اه طب امال السبتوتال ده موجود في الكتب اصلا ليه؟ ديورنج اوبستاتكس يا دكاتره في الاوبستاتكس مش ساعات لو جالها اتونيك سيفير اتونيك بوست بارتم من عيالها مش بنعمل لها هيستريكتومي؟ بنعمل لها اي نوع من الهيستريكتومي؟ يوجوالي بتبقى السبتوتال. ليه؟ لانها ليس تايم كونسيومينج كويس، طبعا الوقت اقل على انك انت كمان تشيل السيرفيس وانت دي بتبقى عيانه بتموت سيفير بوست بارتم هيمرج فانت بتعمل لها هيستريكتومي. بلس ان اللي بيبليد اكتر الابر يوتراين سيجمنت ولا اللور يوتراين سيجمنت؟ الابر هو ده اللي بيبقى فيه ثلاثه ماسل لايرز وفيه الساينسز كلها وكده، فانت فعلا شلت لها الحته اللي بتبليد اكتر اللي هي حاصل منها اتوني لان اللي فوق ده هو اللي بيكونتراكت او لا، لكن اللي تحت ده باسف ولا بيكونتراكت ولا اي حاجه خالص. فبالتالي بنعمل دايما السبتوتال استراكتومي ديورنج اوبستاتيك في الاتونيك بوست بارتم هيمرج، او لو دخلت وهي مثلا انا بقول لك عامله بريفيس فايف سيزاريان سكشن وكده وعندها سيفير ادهيشنز، فلو لقيت انك انت لو ابتديت تقص الادهيشن وكده ممكن تعملها انجري ويطلع الريسك اللي هتعرضه لها اكتر من البنك اللي هي هتاخده، فساعتها بتضطر تعمل لها سبتوتال. لكن لازم قبل كده تبقى عامل ماكس مين ومطمن ان السيرفكس ده نورمال عشان ما تسيبلهاش سيرفكس اب نورمال، لان لو كان اب نورمال يبقى اتورث انك انت تخش وتعمل بقى الاستكشن وتشيل السيرفكس حتى لو حصل منه مشكله. فالسبتوتال ده اوبشن، اوبشن لو اضطريت له تبقى عارف ان عندك هذا الاوبشن.
الاوبشن موجود. لو عندها مثلا هي سيفير ادليجن او لو كنت انت العين عندها قطعني بوست بارتم عملت فانت مضطر انك انت تخش او تعمل لها خالص. فبالتالي الاوبشن بتاعتنا دي كلها لازم نبقى عارفين كل واحده منهم بتستخدم فين. يبقى ملخص كده كلمه فايبرويدي اللي قدامها على طول بليدنج، والبليدنج ده منوراجيا. متروراجيا لو هو في انفكشن او في عندنا كومبليكيشن اصلا، غير كده بيبقى منوراجيا. فعشان كده اهم انفستيجيشن بنعملها واحده فايبرويد اعمل لها سي بي سي واعمل لها الترا ساوند، الترا ساوند كونفيرم ان هي فعلا فايبرويد يوترس، وسي بي سي عشان اشوف هاو ماتش ات از افكتنج هير جنرال كونديشن، لان ده بيخش معايا في الاوبشنز اوف الاوبشنز اوف تريتمنت، يا ميديكال اللي هو هيموستاتكس وقت المنزل بس، يا اما هرمونال اللي هو بديهوله اول ثرو زي ما الاو سي بيز او الاور كونتراسبت بيز بتاخده. في عندنا مينيمال انفيزيف بس دي كاتيجوري قليله لان ليهم دروباكس كتير، واساسا العيانين اللي هم سبجكتيف انك انت ممكن تعمل لهم المينيمال انفيزيف بيبقوا قليلين شويه، او السيرجيكال اللي هو يا مايمكتومي يا هيستريكتومي. مايمكتومي لو هي عايزه تبريزرف فيرتيليتي، هيستريكتومي لو هي مش عايزه تبريزرف. في سؤال في الفايبرويد؟ هل لو هي الانيميا بتاعتها كانت 11 يعني 11 جنيه؟ اه ده ما عملهاش استريكت. لا لا لا، لو هي مثلا مش انيميا احنا دخلنا قلنا نعمل لها استريكت عشان هي انيميا، لكن افرض الهيموجلوبينها كانت 11 يبقى ساعتها مش محتاجه ان انا اعمل لها. شوف هنا كانت